إذن نستضيف الفنانة التشكيلية صفاء الكنيسية على مشاركتها في المعرض الوطني أو المهرجان الوطني الأول لفن الزجل. تشارك لنا باللوحات ديالها كما كنلاحظوا كتعتمد على الفن الفطري وكترسم كذلك الموضوعات ديالها كتهتم بالمرأة بصفة خاصة. اللي تكلمنا على التجربة ديالها في الفن التشكيلي، تفضلي. بالنسبة للتجربة ديالي في الرسم في التجربة الفطرية، حيت كنعقل على راسي يعني حليت عيني بيت فيه الفرشات والالوان، كنعقل راسي اول لوحه رسمتها كانت عندي 4 سنوات، وهذا لي يعني حتى البنت ديالي ما شاء الله عليها حتى هي عندها واحد الميول للفن، والفن بالنسبه لي اللي هو شي حاجه اخذ وعطاء. وكنتمنى غالبا في هذه التجارب هذه الفطريه يعني كاين اللي ما كتكون موهبه ما كيكونش تلقى يعني في المدرسه ولا شي حاجه، ولكن كتكون هي موهبه فطريه. نعم. انت بالنسبه لك واش الدراسه ديالك؟ الدراسه ديالي مثلا لا الاعدادي ولا الثانوي، دائما التسلقات ديال الفنون التشكيليه كنحط دائما نسبه دائما في النقطه العاليه، يعني دائما كان عندي واحد الميول الاكثر للفن التشكيلي. غالبا اللي كنعرفوا هو التجربه اللي بارزه في الفن الفطري هي ديال الشعيبيه طلال. انت واش عندك شي مدرسه اللي كت كنموت على الشعيبيه طلال، بيكاسو، يعني هذوك حتى هما مدارس كبار، وكنتمنى واحد النهار ان شاء الله انا علاش لا يكون حتى الاسم ديالي ان شاء الله. هذه اول مشاركه ديالك في اول معرض؟ الثالثه. المشاركات اللي كانت عندك سابقه؟ كانت عندي 2006 في ميس بيبيس، في المدرسه ديال اسبانيا ميس بيبيس، وكان واحد المهرجان العرائش ديال الرقص ست اسم ديالو، هذا المعرض الثاني، ولا واحد ديالي